احمد من القاهره تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ لو سمحت دلوقتي يا شيخ، انا زوجي عايز يتجوز عليا، ينفع ان انا ادعي صلاتي ان هو ما يتجوزش عليا؟ ينفع. طيب هو دلوقتي انا عايز رقم حضرتك عشان في موضوع مهم عايز اكلم حضرتك. حضرتك حضرتك خدي الرقم من الكنترول، بس هو ينفع ان انت تدعي ان ربنا ان هو ما يتجوزش عليك، لان دوت ما فيهوش اي ضرر ولا في اي حاجه، انت عايزه فقط ان انت ان زوجك يكون ليكي ويقوم بمسؤوليته ويحتويكي ويحافظ على بيته. وينفع اصلي صلاه استخاره ان انا يعني يتجوز عليا ولا يطلقني احسن ليا؟ لا انا مش عايزك تفكري بالطريقه دي، فكري بالطريقه ان انت تحافظي عليه احسن. خلاص. طيب والله ام رحمه دي ست طيبه. بص يا ست ام رحمه، بلاش تحط نفسك في خيارات دايما، الخيارات دي تمزق قلبك وتوجع قلبك. خليكي ماشيه في الاقبال على الله، اقبلي على الله سبحانه وتعالى وربنا يغير الاحوال، ربنا سبحانه وتعالى كريم. خليكي مع الله سبحانه وتعالى وما تحطيش نفسك في ازمه، خلي دايما تفكيرك متعلق برحمه ربنا، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك، ان شاء الله يفتح عليكم ويديم بينكم الموده والرحمه ويزيل اي وجع عنكم ويخليكم ان شاء الله لبعض، ويحفظكم يا رب من كل مكروه وسوء، ويجعلك في خير حال انت وزوجك واولادك ان شاء الله.